يلا نبدأ التصوير. بس العدسة يا هلا مرحبا متابعين متابعات قناة تامراي. اليوم تغطيتنا عن هذه الكيا، عندي ترانزيت يوم واحد في جدة، استجرت كيا بيغاس. هذا أنا جديد من كيا، سيارة صغيرة اقتصادية وشكلها حلو، عجبتني سواقتها صراحة. وضعية القيادة في كرسي السائق ممتازة جدا، لأن السيارة قزازها وسيع والكرسي رفيع، فيعطيك يعني فيو كامل الطريق من الأمام من الجوانب. باينها سيارة